تمكنت السلطات الليبية من استعادة السيطرة على مطار طرابلس بعد مهاجمته بالأمس من مسلحين طالبوا بالإفراج عن قائدهم المعتقل. هذا الهجوم ترافق مع اشتباكات بين الشرطة العسكرية ومجموعة مسلحة في مدينة بنغازي إثر مقتل شخص عند حاجز تفتيش. الهجومان وجها الأنظار من جديد إلى الوضع الأمني في هاتين المدينتين الرئيسيتين وانتشار الأسلحة بين المواطنين. في ليبيا لا صوت يعلو فوق صوت السلاح، فيها فقط ترى السلاح في كل مكان وترى الكل يمسك بالزناد متأهبا. ليبيا بلد ظاهره الأمن وباطنه فوضى السلاح، تعددت فيها المسميات الأمنية وغابت عنه المرجعية العليا مثلما غاب الشعور بالأمان لدى الكثيرين من أبنائه. فهذا عبد الله لا يفارقه سلاحه الذي بات رفيق دربه أينما ذهب. لما بكون يعني خارج برا متباعد عن البيت يعني أو بليل أو هيك، أكيد رح يكون معك سلاح، لازم يكون معك سلاح، هو سلاح الله يعني في الأول، لكن لازم مش تأمن نفسك أنت تشيل معك سلاح في ليبيا. ذات يوم غير بعيد اشترى عبد الله سلاحا من أجل الالتحاق بالثوار على جبهات القتال الواسعة ضد العقيد معمر القذافي، لكنه على الرغم من انتهاء الحرب رفض عبد الله التخلي عن بندقيته. مرينا بأيام ما زلنا بنمر بأيام يعني صعبة يعني أيام مو آمنة. إذا كان من غير المستغرب أن يحتفظ شاب بسلاحه بعد انتهاء المعارك، فمن اللافت أن تحمل أنثى مثل مريم السلاح، لأنها كما تقول تفتقد الأمان في بلد كثر فيها السلاح ولا تعرف لمن تسلمه. كنت مؤمن على نفسي بالسلاح يعني، وطبعا هذه ثورة جديدة ومخاط ثورة يعني ضروري الإنسان يعني يوصل لبر الأمان بعدين دوبة يسلم السلاح، ويكون في جهة شرعية يسلموا لها سلاح. نداء الحكومة إلى المواطنين بضرورة تسليم سلاحهم ذهب أدراج الرياح، فلا أذان تصغي ولا أيدي تمتد متعاونة. ما يقدرش يصدر سلاحي مني بأي قانون، ما فيش أي قانون يقدر يصدر سلاحي أنا، ممكن يجي بياخذ من سلاحي يبكي بالقوة ولا بالعنف، ما سلمش سلاحي. ما نسلمش سلاحي، أنا نسلم سلاحي ونقعد بلا أمان. ملف السلاح هو التحدي الأصعب بالنسبة إلى الحكومة الليبية الانتقالية، رغم الإغراءات التي لوحت بها لمن يسلم سلاحه. كل قدر تناقشت معه، وأنا ناخذ حضرتك لكل التشكيلات، ممكن مش معاك تشوف روحك. يقول لك لو قامت دولة تحمي المواطن، تحمي الأمن العام في المدينة، احنا نسلم. لم تكن هناك أي مخازن تستقبل سلاح. لمن يسلم السلاح؟ لا مكان محرما على السلاح في ليبيا، فالغلبة اليوم لمن يحمل سلاحا أقوى. من ليبيا زياد الحر، MBC. زياد الحر زميلنا ومفدنا إلى ليبيا معنا في الاستوديو للحديث أكثر عن زيارته إلى هناك لتصوير سلسلة من الحلقات للشاهد. كيف كان جو التصوير بشكل عام، وهل تعتقد من خلال ما شاهدت بأن الانتخابات في ليبيا ستجرى في موعدها أم أن شيئا سيحدث؟ بداية فيما يخص موضوع اللي هو كيف كان يجري التصوير، كان هناك عدد من الصعوبات بما فيها الجغرافية، طبيعة البلد، إن البلد كان واسع جدا. الشيء الآخر طبيعة الناس اللي عم تتعامل معهم، يعني هناك عدد كبير من المسلحين، عدد كبير من السرايا، الثوار، الأجهزة الأمنية غير معروفة أصلا. كنت أتعامل أكثر من جهاز أمني، ما حد عم يعترف بحدا، يعني الجهاز الأمني بيجي بيحكي لك أنه أنا ما بعترف بالجهاز الأمني الآخر، لدرجة أنه أحد الأجهزة الأمنية عندما خطبناه أنه إحنا معنا تصريح من قبل وزارة الداخلية، وكيل وزارة الداخلية، وزير الداخلية، كان رده جدا بسيط انه لا يعترف بوزير الداخليه. هناك اكثر من مسمى امني موجود في البلاد. اذا هل هي فوضى ام صرامه؟ هي حاله ارباك وحاله فوضى، ليست صرامه. ليبيا بلد بوليسي، لغايه الان العقليه البوليسيه تسيطر على الشارع الليبي وتحديدا في مدينه طرابلس. في مدينه طرابلس هناك اكثر من 10 تشكيلات امنيه موجوده، وجميع هذه التشكيلات يعني لا يوجد لها مرجعيه معينه، لا يوجد لها رأس للسلطة. نعم زياد، نحن بانتظار حلقاتك من سلسلة الشاهد من ليبيا، تقريبا 13 حلقة، ولكن بنعم أم لا الانتخابات ستجرى في وقتها أم لا؟ الانتخابات أعتقد لن تجرى بوقتها، لن تجرى. شكرا لك زياد الحر مفدنا إلى ليبيا. ننتقل الآن إلى